كابتن عبد الحميد، انا جبت لك كارلوس كيروش، عامل لك ايه؟ انا بكلمك دلوقتي، انا سوق اتحاد الكوره، انا دلوقتي انت مش عاجبك المدربين اللي جم مصر كلهم، فروحت جبت لك واحد من الاسماء العالميه الكبيره اللي معروفه في العالم كله، انا اعمل ايه تاني؟ بص، انا بكلمك دلوقتي بحط نفسي مكان اتحاد الكوره مثلا. اوكي. انا واحد ما كلمه الخبرات دي انا ضدها تماما تماما تماما، وياما ظلمت ناس موضوع ان انا اجيب حد خبير وان حد عنده خبرات، ياما ظلمت ناس. هتلاقينا كلنا اتظلمنا بسبب ان في حد اصل ده عنده خبره. انا دايما بشتغل بالواقع، الخبره تفيدني لقبل الواقع بيوم، لقبل النهارده بيوم، اقول ده مثلا ده عمرو حد جامد جدا، بس انا اشوف بقى هو هيعرف يتعامل معاه الفتره اللي جايه دي ولا مش هيعرف يتعامل معاه الفتره اللي جايه. الفتره اللي جايه دي عايزه حاجه واقعيه، مش هقول اصل تاريخه كان كذا. التاريخ بيوقف لغايه اللحظه اللي انت بتبدا تشتغل فيها في الواقع. فحته ان انا اجيب حد على سي في بتاعه قبل كده بكتير، لا طبعا انا ضدها جدا. انا لازم اجيب حد اللي هو هيطور لعيبتي، عنده فكر، ايه فكرك اصلا؟ وقبل ما نتكلم انت كده بتتكلم بقى على المدرب المصري. انا قبل ما نتكلم، يعني المدرب المصري هو بالنسبه للفكر بتاعك، انا بتكلم في عمرو، عشان اجيب اجنبي عشان ما نظلمش الراجل برضو. يعني دايما احنا الراجل بقى ماده اعلاميه، واللي بيشارك في الماده الاعلاميه كمان الناس اللي صنعت القرار اللي هم اختاروا الراجل. يعني هو بقى ماده اعلاميه. فاحنا انا عايز بس اعرف، هل هو وعد بحاجه؟ هل الاتحاد المصري الزمه بحاجه؟ لا واضح، لا هو راجل واضح، كاس عالم، راجل واضح، قال لك انا اتفاقي مع اتحاد الكوره السعودي لكاس العالم. لا خلاص، يبقى يعمل اللي هو عايزه. اي ما هو طب هل هو عنده، هل هو قدم خطه مثلا الاتحاد المصري؟ هل هو قدم، بلاش خطه يعني، افكار، قدم اي اقتراحات؟ انا بعمل افكاري في الملعب. لا، ما دي اصعب حاجه. ما ينفعش ان انا اجرب في ماتشات رسميه.